هذا الشوط. يا سلام يا سلام، لحقت القناعة، وصلت القناعة، انطلقت القناعة، تجاوزت القناعة في هذه اللحظة إلى المركز الأول والصدارة الأولى هنا لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير. تواصل زعفران وجوده في المركز الثاني، سمو الشيخ محمد بن خليفة سيف النهيان مع محمد بن سعيد الوهيبي، وهناك شاينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع منصور بن سعيد بن منان. هذه ثلاثية المقدمة والتحديات والإثارة، وما شاء الله شوف النهاية، شوف القناعة وشوف زعفران، زعفران وقناعة، منافسة ثنائية مع اللحظة الأخيرة، زعفران قناعة، قناعة زعفران، زعفران قناعة على المركز الأول. المركز الثاني زعفران سمو الشيخ محمد بن خليفة سيف النهيان شاينين، في المركز الثالث سمو الشيخ أحمد. الذي يحمل هذه اللحظة كما أتابع في مساري من خلال انطلاقة هذا الشوط. الله، الصدارة برمجة 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 تختم هذه الانطلاقة والتحدي والمسافة. أتوقع أن برمجة خلاص، برمجة الشوط سارت في هذه اللحظة إلى المركز الأول عابرة من خلال تنافسي هذه اللحظات. تضيف النقطة الثانية إذا انتهينا، والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أيضا شكرا واثق المضمرين، ما شاء الله برمجة البداية لهذا الموسم الطويل والشاق تصل مع لحظات الختام إلى خط النهاية. تهانينا والناموس، برمجة على المركز الأول، وهنا المركز الثاني فريد لهجن العاصمة، المركز الثالث حملوله لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحمد، والمركز الرابع مع عجيب على المقدمة، يرقص رقص الفوز، رقص الناموس في هذا الصباح في سن الإذاع. يا سلام يا عجيب، ينطلق ويزيد من سرعته بدون أي أوامر، بدأ يحلق على أجواء ميدان المرموم. تهانينا لمالك عجيب، لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. صباح الخير يا العاصفة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمينه في كل مكان وفي كل زمان. ها هو عجيب يوصل إلى خط النهاية وهو معلن بطل هذا الشوط. المركز الثاني مباشر، في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة، وفي المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان. واثق تضميره، يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز، بدأ يتحرك، بدأ يزيد من سرعته، يا سلام بدون أي أوامر، بدأ يقلع على أرضية ميدان المرموم، يا سلام ميراج على أرضية هذا الميدان، يا سلام طاير طاير مع مقدمة هذا الشوط، مع سيارة التلفزيون وعدسات التلفزيون ترصد أداء، ترصد أداء المعري على هذا الأداء المتميز. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز المعري بهذا الأداء المتميز. تهانينا أيضا مصحوبة إلى المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. صباح الخير يا العاصفة. المركز الثاني مشوش العاصفة تتواجد في المركز الثاني، بينما في التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع شاهين اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سالم بن مخيد، ولكن عودة إلى الشاهينية، عودة مع الخبرة هنا مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري الذي يقود الشاهينية، الشاهينية ولكن انتباه من الجانب الآخر. أيها المشاهدين الأعزاء، أول ظهور في أول انطلاقات لهذا الشعار، ولكن الشاهينية عادت مرة أخرى، الشاهينية اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب. اللحظات الأخيرة، انتباه الشاهينية، انتباه الشاهينية، اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، الشاهينية انتباه. عموما على كل حال نشوف المركز الثالث، هناك مشاهدين الأعزاء سلودة في المركز الثالث رجل العاصفة. المركز الرابع
اداء سريع هملوله لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد في المركز الاول، لكن هناك هجن العاصمه متقدمه تتقدم تعود من جديد الى البدايه. يا سلام، ولكن هملوله مسيطره، العنود من هجن العاصمه قادمه، العنود وكذلك نجده، بينما هملوله هي مستثمره هذا الفوز وهذا الاداء وهذا الانطلاق. الله يا هملوله، خلاص 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 انطلقت هملوله، لكن حذاري يا مختار، وصلت العنود من هجن العاصمه، وصلت العنود، غيرت العنود، بدلت الموقع، عادت من جديد الى موقع الصراع وموقع النزاع. تهانينا من هذه اللحظة الهجنة العاصفة وإلى مالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم. المركز الثاني هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد. المركز الثالث نجدة الهجنة العاصفة. في هذه اللحظات بدا ينطلق مع المركز الثالث التابع لهجن العاصمه حمد بن راشد بن غدير في عمليه التلمير. محبوب والذيب، الذيب ومحبوب، والمعركه المعركه المعركه. طاحنا على مقدمه هذا الشوط، ولكن محبوب على الصداره، محبوب على المقدمه، يحب حبان انتزاع الصداره لانتزاع المقدمه، ولكن الذيب بدا يتسلل في هذه اللحظات، يلتهم الصدارة. الذيب وبالشعار هجن العاصفة يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير. اللحظات الأخيرة محبوب يحاول، ولكن الذيب. تهاني لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الثاني محبوب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث سلهود من هجن العاصفة. من احمد متابعا لهذا الانطلاق. المركز الثالث والصيف وارى التسلل لنجد بالشعار هجن العاصمه، يقود هنا الواثق حمد بن راشد بن غدير. اللحظات الاخيره. يا سلام يا سلام يا سلام، بدا يتسلل هملول، ينطلق بالصداره، ينطلق بالمقدمه. المعركه طاحنه على مقدمه هذا الشوط. يا سلام، هملول على الصداره، ولكن وصيف يحاول. المعركة طاحنة ما بين هملول، ما بين وصيف وهملول، هملول ووصيف، هملول في اللحظات الأخيرة. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطير حامد، التهاني لمختار من أحمد وصيف مع المركز الثاني من هجن العاصفة. المركز الثالث أيضا انفجر من هجن العاصفة. المركز الرابع نجم بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، كذلك مع منحاف على المركز الثالث، ولكن هملولة مسيطرة ومنفردة بالمركز الأول. يا الله يا سلام، ينتاج بدع ثلاب. يا سلام، النقطة الثانية مع هذا الشعار، شعار معالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، ولكن يا مختار هناك القدوم، ولكن هملولة خلاص، هملولة. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد على فوز هملولة. تهانينا لمختار بن أحمد، بينما المركز الثاني منحاف من هجن العاصفة، والمركز الثالث وصلت يا سلام يا هذا الاداء وتحركة البويضة كذلك. شوف الاثار، شوف المهجنات الاذاع على صايل، شوف هجن اصحاب سمو الشيوخ بهذه الانطلاقة، ولكن هملولة غيرت الى مقدمة الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي ومختار بن احمد. مختار بن احمد، الله مشكور يا مختار، مشكور. هناك نعود مشاهدين العزاء، وهذه هملولة، هذه النقطة الثالثة لبدع ثلاب وشعار معالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد. تهانينا وناموس على هذا الفوز. المركز الثاني البويضة من هجن العاصفة، والمركز الثالث نجدة من هجن العاصفة، والمركز الرابع
اشوف المركز الثاني ظاهر اسمه شيخ محمد بن من المر بن مكتوم والمكتوم، ولكن مليح يهاجم المقدمه بشعار هجن العاصفه. حمد بن غدير بدا يحرك تحكي تحريك محسوس وملموس. المركز الثالث ايضا شاهين لهجن العاصفه، ولكن شاهين على المقدمه، شاهين يصول ويجول، نعم يقترب من بر الامان، يقترب من المنصه الرئيسيه، يقترب من الناموس. هذا هو شاهين يحمل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بالعرطي الحميري. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا أيضا للمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث لهجن العاصفة، المركز العاصفة تهاجم المقدمة وتدافع أيضا عن اللقب المركز الأول. أشوف يا سلام راح عن الشوط، راح عن الجعدان، راح روح بالناموس، روح أيضا بالإثارة، روح بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة. من يتربع على عرش المركز الأول يقود المسير. نعم هذا هو مباشر إلى الأمام، مباشر إلى الناموس، مباشر نعم مع هذه الجولة ينتصر، وفي النهاية نعم يسجل حضوره بالمركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدي المركز الثاني. يأتينا الطائر لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان الهيان. المركز الثالث هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد المركز.